السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشوف التعدين على الأرض بيه أرباحه بتبقى عاملة إزاي. فأنا أديني حملت برنامج التعدين، بختار هنا السي بي يو، ده اللي هو على الأرض بيه. جماعة التعدين على السي بي يو بيبقى مش مربح خالص. وده اللي موجود في كل بيت عندنا. فانا هنا هختار ادي العملة اللي انا اخترتها اللي هي وهنا بحط العنوان بتاعي. انا هنا محمل ار دي بي من على جوجل. لو شفنا السرعة بتاعتنا هنا بص دي هو حوالي بتبقى 300 هاش. فانا عايز اقول الناس اللي مثلا تقول لك ايه التعدين على الار دي بي مربح او الكلام ده مش صحيح خالص. هو هنا يبتدي هو يعد معايا. لما انا هنا باجي وبختار الار دي بي، هنا بختار ان هو التعدين على السي بي يو، وباجي اكتب هنا سرعه التعدين، هنا بيطلع لي انا بكسب قد ايه في اليوم. فانا لما اجي اكتب هنا ال 300 اللي هو بيدهاني، هو بس عشان لسه في الاول بيجيب لي الارقام دي، لكن هو في الاخر بتوصل ل 300. فده ار دي بي من على جوجل ناس بتشتريه ب 100 دولار. فبيديني في اليوم ايه؟ بيديني في الشهر واحد داش كوين، يعني ممكن 3 جنيه بالمصري. فده بالنسبة للتعدين على السي بي يو على جوجل. فما حدش يا جماعة يفتكر ان هو ما يعدن على ار دي بي ياخد ار دي بي من جوجل ويقعد يتعب وبتاع ان هو كده هيجيب ارباح. لا، الكلام ده مش صحيح. مفيش حاجة اسمها تعدين على الار دي بي. هو حتى مش قادر ان هو يوصل ل 300، بس هو كان وصل لها. يعني انا لما بعمل كذا مره ار جي بي بيوصل ل 300. هو ممكن المره دي ار جي بي انا اخترت الرامات بتاعته ضعيفه شويه ولا حاجه، فعشان كده انا تقريبا نسيت اختار رامات اعلى، عشان كده هو جايب معايا الحاجه قليله شويه. فده بالنسبه للتعدين على الديسك. طيب امال التعدين بيبقى عباره عن ايه؟ الناس بتتكلم عن التعدين، لا، التعدين ما تعدينش على عملة شغالة زي الداشكوين أو البيتكوين أو الحاجات دي. التعدين بيبقى عبارة عن مثلا عملة مثلا زي الشيبا، بتبقى الرقم بتاعها قليل. فما أجي هنا أختار السيو بيبقى سعرها لسه قليل، وأجي أختار هنا إن هو 300، هتلاقيه ان هو ممكن يطلع لي في اليوم رقم كبير. طيب الرقم الكبير ده بيطلع لي هعمل انا بيه ايه؟ لا، الرقم الكبير انت يعني هو مطلع لي 283 عمله. هي عملتها قليله دلوقتي، يعني هي قليله جدا دلوقتي، بس هي الفكره ان هي ممكن مره واحده تبقى زي البيتكوين وزي العملات الكبيره دي، ومره واحده تعلى معانا وساعتها يبقى انت استفدت من التعدين. لكن ان انت تعدل تقول انا كتبت ار جي بي من جوجل وعدلت عليه وتعدل ال 3 جنيه في الشهر، لا ده حرام. والار جي بي اصلا ده انا طبعا جايبه مجاني، بس هو بيوصل ب 100 دولار سواء من امازون سواء من جوجل، يعني برضو نفس الفكره. تاني حاجه بالنسبه للناس اللي تقول لك ايه، انا هشغل برنامج الكريبتو. الكريبتو لو شفنا هيشتغل معانا حوالي، كان جايب لي قبل كده 1200 او 1800 كمان. ال 1800 دول جابوا لي واحد ساتوشي في الساعة. متخيلين واحد ساتوشي في الساعة؟ يعني انت لو جبت مثلا 200 ساتوشي هيجيبوا لك 0.01. يعني انت يعني في اليوم كله هيجي لك 20 ساتوشي، انت ما يجيبوش اي حاجة. فهي برضو نفس فكرته بنفس فكرة ال نفس فكرته بنفس فكرة التعدين على
البرنامج اللي احنا كنا لسه جايبينه. فما فيش حاجه اسمها قاعدين على الارض دي، الكلام ده نص، الكلام ده بيضحكوا بيه عليكم. لو عايز تعدن على الارض دي فعلا، او لازم ان انت تعدن على عمله قليله. طبعا هو جه جوجل قفل الاكونت عشان بيمنع التعدين على الكارت، لكن انا كنت معدن على موقع امازون فهو بيفتح التعدين عادي. كنت عامل فيديو قبل كده ازاي ان انت تاخد ارض دي من امازون. ده كان فيديو حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. وشكرا لحضرتك معكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.